السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن متواجدين في منطقة شكرشاير، جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع. منطقة قريبة من الميدان ومنطقة شكرشاير. المجمع عبارة عن بنايتين، هذه البناية وهذه البناية. احنا نصور لكم شقة في الدور الثالث هنا، 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع. في المجمع في جلسات عائلية، مواقف للسيارات، في طريق مؤدي للمجمع من هنا، وأيضا طريق من هنا. فدحين نطلع نصور لكم الشقة ومواصفاتها. وصلنا بوابة البناية، زي ما احنا شايفين البوابة لها أرقام سرية وكاميرات مراقبة، وأسانسير موجود. نجي هنا على باب الشقة، هذا الأسانسير زي ما احنا ملاحظين. أول ما نخش مقابلنا مطبخ، عندنا الأبراج جاهزة، لها بلكونة، كبيرة وشرح البلكونة، إطلالتها على الطبيعة زي ما احنا ملاحظين. إطلالة جدا رائعة، زي ما شرحت سابقا في المجمع فيه ألعاب أطفال، جلسات عائلية، وراح يتركب هنا بوابة إلكترونية عشان نوقف السيارات، وعندنا مساحات خضراء. مخرج البلكونة من الصالة من المطبخ، الأرضيات كلها باركيه زي ما احنا ملاحظين. نطلع من المطبخ نيجي هنا على اليسار الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة زي ما قلت سابقا. البلكونة لها مخرج من الصالة، وإطلالة الصالة أيضا على الطبيعة، على الوادي. يعني المنطقة اللي احنا شايفينها قدامنا ما حد يبني عليها، على أساس هنا منطقة وادي، الطبيعة هذه كلها مضمونة. عندنا شباك هنا من الجنب أيضا على الطبيعة إطلالتها. نكمل تصوير الشقة. البناية جديدة ما تسكنت. مقابل الصالة في حمام عربي وانتو بكرامة. عندنا هنا غرفة أولى، بجوار الصالة عندنا الممر، نجي هنا على اليمين غرفة النوم الرئيسية، مساحتها كبيرة وشرحة. لا حمام خاص فيها منتو بكرامة، ومروش، ولها بلكونة جانبية. إطلالاتها هنا على الطبيعة، وهنا أيضا على الطبيعة. نطلع من غرفة الماستر نجي هنا على الغرفة الثالثة،
أرضياتها كلها باركيه، الشقة مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا شايفين، الدفايات المركزية. بجوار الغرفة الثالثة هنا غرفة صغيرة نقدر نستخدمها كمخزن أو كغرفة أطفال، فنقدر نحسبها 3.5، 3.5 غرف أو نقدر نحسب 4 غرف. عندنا الحمام الرئيسي ذو الكرامة، مروش وكلوزيت، عندنا سخانة والمغسلة، يعني مساحة دورة المياه مساحتها كبيرة. مجمع بسيط يعني نقول متوفر فيه يعني خدمات من ملاعب للأطفال ومواقف مغلقة، أو قصدي مواقف مفتوحة وجلسات عائلية. ميزة الموقع شكرشاير قريب من الميدان وقريب من كل الخدمات، يعني قريب من المجمع سوبر ماركت. من الطريق هذا في سوبر ماركت خلف البناية هذه، سوبر ماركت، المطاعم، والخدمات كلها، المواصلات على نفس الشارع الرئيسي اللي عنده سوبر ماركت. يعني منطقة شكرشاير مخدومة بكل الخدمات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.